وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن حصة مصر من المياه لم تتغير على مدى عشرات السنين رغم ارتفاع عدد السكان، وهو ما أدخل الدولة في حالة فقر مائي. وأضاف الرئيس السيسي أن مصر دخلت في برنامج ضخم جدا على مدى 10 سنوات الماضية لمعالجة المياه، حيث تم إنفاق مبالغ هائلة لتنفيذ محطات معالجة متطورة. من ضمن الحاجات اللي عندنا المي، وأنا بقولها هنا عشان تبقى واضحة للعالم كله، نحن في مصر حصتنا من المية موجودة لم تتغير على مدى عشرات ويمكن مئات السنين. يعني احنا تقريبا بنتكلم في 55 مليار متر مية، من عدد سكان 4 مليون من حوالي 150-200 سنة ل 106 مليون دلوقتي، وده دخلنا في حالة فقر مائي شديد. ما عملناش صراعات مع حد عشان نقول ان حصة الماء بتاعتنا نزودها، ولان ده تحدي، وطبقا لمعايير الامم المتحده نحن في حاله فقر مائي شديد، اقل من 450 متر مكعب في السنه للانسان، والمفروض ان هو 900,000 متر مكعب في السنه. ما عملناش كده، دخلنا في برنامج ضخم جدا على مدى العشر سنين اللي فاتوا لاستفادة ومعالجة المياه بشكل متطور للغاية، يجعلنا زي ما قلت قبل كده بين يعني في مصاف يمكن الدول رقم 2 في العالم في تدوير واستخدام المياه. احنا انفقنا في هذا الامر ارقام هائلة عشان يبقى عندنا محطات معالجة ثلاثية متطورة على مستوى دولة بتستخدم مياه ل 106 مليون انسان، مش بس في الشرب والكده، لا ده حتى في الصرف الزراعي. احنا عملنا الكلام ده لمعالجة مياه الصرف الزراعي لإعادة استخدامها مرة واثنين وثلاثة. خلاصة الكلام ان الأزمة وان كانت أزمة، ولكن بالإصرار وبالفكر وبالعمل والمحافظة على الأهداف زي ما قلت، ممكن قوي تتحول الأزمة الى منحة جيدة جداً.